نشرة الثالثة عبر شاشة ليبيا لكل الأحرار. والبداية بالعنوان: القوات الخاصة الصاعقة تعلن وفاة أحد عناصرها متأثرا بجراحين أصيب بها في محور لغوارشا. والعفو الدولية تعرب عن قلقها من استمرار حصار المدنيين في جنفودا وتدعو إلى احترام القانون الإنساني الدولي. فوكس نيوز الأمريكية تقول إن عدد مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت لا يتجاوز 100 عنصر. والمستشفى الميداني الإيطالي بمصراتة يبدأ عمله في 15 من أكتوبر القادم. أحمد معيتيغ يؤكد أن عسكرة الدولة ليست حلاً ويشدد على أن بناء اقتصاد ليبي قوي يتطلب مصالحة وطنية جادة تضم جميع الأطياف. أكدت القوات الخاصة الصاعقة وفاة أحد أفرادها متأثرا بجراحه. وأشارت القوات الخاصة إلى أن ونيس الفاخري التابع للكتيبة الأولى صاعقة توفي متأثرا بجروحه بعد إصابته الفترة الماضية بمحور لغوارشا ونقله لتلقي العلاج في مصر. في سياق أو أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من استمرار حصار عدد من العائلات الليبية والأجنبية في منطقة جنفودا ببنغازي وقطع إمدادات المواد الغذائية والمياه والكهرباء عنهم. ودعت نائبة مدير برنامج شمال إفريقيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية ماغدلينا المغربي جميع الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي والسماح بدخول المواد الإغاثية للمدنيين دون قيد أو شرط وحماية من يرغب في المغادرة بغض النظر عن انتماءاته السياسية. وأشارت منظمة العفو الدولية في تقرير لها إلى أنها جمعت 130 شهادة لعائلات ليبية ومئات الشهادات من أجانب عن ظروف الحصار الذي فرضته قوات الكرامة على منطقة جنفودا منذ أشهر. طرحت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أرقاما عن قتل مدنيين وأسر عالقة وتدهور في الجوانب الخدمية في البلاد. في السياق نفسه وصف مسؤولون أمميون الوضع الإنساني في ليبيا بالمقلق بسبب الإفلات من العقاب ووجود احتمالات ضئيلة لتحقيق العدالة. التقرير الآتي يفصل بعض ما جاء في عدد من التقارير الأممية حول الوضع الإنساني في ليبيا. 141 قتيلا بينهم 30 طفل إضافة إلى 146 جريح هو الرقم الذي قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها وثقته في الفترة من أول مارس حتى نهاية أغسطس الماضيين بالبلاد بحسب رئيس البعثة مارتن كوبلر خلال مخاطبته مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نيويورك. صورة أخرى لتأزم الوضع الإنساني أوضحها كوبلر بقوله إن هناك أكثر من 100 أسرة عالقة بسبب القتال في بنغازي وتواجه القصف المستمر والنقص في الضروريات الحياتية. وأشار كوبلر إلى أن عدم الاستقرار السياسي والعسكري أثر على الاقتصاد فضلا عن النقص في السيولة وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وتعطل للنظام الطبي وعدم صلاحية مدارس عدة للاستخدام في أنحاء مختلفة من البلاد. كوبلر أكد كذلك أن المجموعات المسلحة في البلاد ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتفلت من العقاب، وهو موقف أكدته مساعدة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان كيت كليمور التي قالت أمام مجلس حقوق الإنسان إن جميع الأطراف في البلاد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، وإن الفصائل المتحاربة لم تتخذ أي خطوات لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، إضافة إلى أن الأسلحة الثقيلة انتشرت في المناطق السكنية في ليبيا دون أخذ الاحتياطات اللازمة. كليمور وصفت الوضع الإنساني في ليبيا بالمقلق مرجعة ذلك إلى سبب إفلات الجنات من العقاب ووجود احتمالات ضئيلة لتحقيق العدالة. من جهتها أرجعت منظمة هيومان رايتس ووتش الإفلات من العقاب في ليبيا إلى انهيار نظام القضاء في عدة مناطق بالبلاد قائلة إن المحكمة الجنائية الدولية لم تجري أي تحقيقات جديدة فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا رغم توصيات مجلس الأمن الدولي.
واقع إنساني متأزم في البلاد توثقه تقارير دولية عدة، ليبقى التساؤل عن الحلول الممكنة لاحتواء أسبابه ومنع تفاقمه، فضلا عن السبيل الأمثل للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب. قال عضو المركز الإعلامي لعملية البنيان المرصوص محمد صويب إن مقاتلات سلاح الجو الليبي نفذت يوم أمس 4 غارات جوية استهدفت مواقع وقناصة تابعين لعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت. وأكد صويب لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قوات البنيان المرصوص البرية لا تزال تحاصر عناصر التنظيم في عمارات 600، مضيفا أن محاور القتال تشهد هدوءا حذرا منذ 4 أيام حسب قوله. نقلت قناة فوكس نيوز الأمريكية عن عدد من المسؤولين العسكريين قولهم إنه من المتوقع أن يمدد رئيس باراك أوباما المهمة الأمريكية في سرت لمحاربة ما يعرف بتنظيم الدولة شهرا آخر. وأوضحت فوكس نيوز أن القرار يسمح للبحرية الأمريكية بالإبقاء على سفينتين حربيتين قبالة سواحل ليبيا شهرا إضافيا، وهما USS واسب USS كاريني، وذلك لتوجيه ضربات لما يعرف بتنظيم الدولة في سرت. وأكدت فوكس نيوز نقلا عن وكالة الاستخبارات المركزية أن عدد مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت يبلغ أقل من 100 مقاتل بعد توجيه أكثر من 170 ضربة جوية منذ بداية أغسطس الماضية. ينضم إلينا عبر الهاتف من مصراتة الخبير العسكري نوري الصلابي. وسيد الصلابي، بداية، كيف تقرأ التطورات الميدانية في محاور القتال في مدينة سرت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. نعم، طبعا الآن إلى حد الآن العمليات يعني ركزت كلها أو معظمها على العمليات الجوية لاستهداف عناصر التنظيم وتدمير ما تبقى من آلياتهم أو من أسلحتهم، والقضاء عليهم في أماكنهم، خاصة تجمع الأماكن المتواجد بها القناصة، وأيضا قيام فارغ الدعم في عمليات من يعني عمليات نوعية في أماكن محددة لاستهداف هؤلاء العناصر. طيب سيد صلابي، كيف تعلق على تمديد المهمة الأمريكية في سرت إلى شهر إضافي؟ هذا طبعا شيء ضروري وشيء مفيد لليبيا أو للمجتمع الدولي لاستكمال العملية على أكمل وجه. يعني استمرار الدعم الجوي يعني يحقق الهدف من العملية في القضاء يعني على كامل التنظيم وعناصره، وايضا مطاردة هناك يعني مجموعات اخرى تنتشر من حين لاخر في اماكن اخرى، ينبغي ايضا متابعتها ومطاردتها والقضاء عليها في اماكن تواجدها حتى لا تتكون ولا تشكل خطر على في اماكن اخرى. طيب في هذا السياق، هل تعتقد ان الحرب ضد ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت اقتربت من نهايتها، خاصة وان كان عدد مقاتلي تنظيم الدولة في سرت لا يتجاوز 100 عنصر كما نقلت قناة فوكس نيوز الامريكية؟ نعم، العملية قاربت على نهايتها، وما يحدث الان هو تريث في من ناحية تقدم القوات على الارض، نظرا حتى لا تقع المزيد من الضحايا، لان عناصر تنظيم الدوله الان يتمركزون في اماكن لا مفر لهم من الاستماته فيها، والقتل والقتال وفي النهايه يعني الموت داخلها. فبذلك التريث والقيام بعمليات ضرب من الجو تكون له اثار كبيره حتى يتم القضاء عليه النهائي. واضح. إذن محدث عبر الهاتف من مصراتة الخبير العسكري نوري الصلابي، شكرا جزيلا لك. أعلن رئيس اللجنة القطاعية للمستشفى الميداني الإيطالي بمصراتة الصادق الحداد أن العمل في المستشفى سينطلق في 15 أكتوبر القادم. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية كي عن الحداد قوله إنه تم تجهيز المستشفى بالكامل بعد صيانة المكان المخصص له في الكلية الجوية بمصراتة والطرق المجاورة لها.
وأضاف الحداد أنه جرى استقطاب نحو 300 عنصر إيطالي، بينهم 70 طبيبا وممرضا، تم توزيعهم على غرفة العمليات وأقسام الإيواء والإسعاف ومعامل الأشعة والتحاليل، مشيرا إلى أن المستشفى سيقدم خدمته لقوات البنيان المرصوص في مدة 5 أشهر قابلة للتمديد بحسب قوله. قال نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيغ إن عسكرة الدولة ليست حلا، مشيرا إلى أن استخدام السلاح والعنف بين الأطراف الليبية على حساب مصالح جزئية يطيل من حالة الجمود السياسي ويستنزف مقدرات ليبيا ومواردها. وأكد معيتيغ عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن بناء اقتصاد ليبي قوي يتطلب مصالحة وطنية جادة تضم جميع أطياف المجتمع، مضيفا أن هذه المصالحة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا والتوافق من خلال إيجاد ما سماه توازنات عادلة لكافة الأطراف المشاركة في العملية السياسية. ومعنا عبر الهاتف من تورين والناشط السياسي محمد فؤاد. والسيد فؤاد، في أي سياق تقرأ تصريحات نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيغ بأن عسكرة الدولة ليست حلا للأزمة في ليبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو أن ما كتبه السيد أحمد معيتيغ هو رد على ما قاله خطر في لقائه مع الأسوشيتد بريس، والذي يرشح نفسه كحاكم عسكري لليبيا. هذا الرد قد يكون ردا مناسبا لا شك فيه من ناحية سياسية، ولكن كما يعلم الجميع العنف لن يوصل فعلا لأي حل، ولكن من يستخدم العنف ولا يريد الالتزام بالعملية السياسية لن ينفع معه هذه التصريحات، بل الحل هو في إظهار حقيقة هذه الجهة أو هؤلاء الأشخاص الذين لا يريدون أي حل سلمي، وربما نحتاج فعلا لقتالهم أو استخدام القوة معهم، إذ أنهم هم من بدأوا استخدام القوة. طيب، معيتيغ قال إن بناء اقتصاد قوي يتطلب مصالحة وطنية جادة تضم جميع أطياف المجتمع، وقد رأى البعض أن هذه التصريحات هي تواصل مع الدعوة التي أطلقها فايزة سراج أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بخصوص إطلاق مشروع مصالحة وطنية، فهل تتفق مع ذلك؟ لا شك أن المصالحة الوطنية هي الحل الوحيد الآن في ليبيا، وأن بناء الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي في ليبيا لن يأتي إلا مع المصالحة. ولكن هناك نقطة مهمة جدا أريد أن أوضحها، هناك فرق بين المصالحة الوطنية وفرق بين التنازل لمن يرفض الاتفاق السياسي. هناك أشخاص ترفض الاتفاق السياسي يريدون تنازلات كبيرة ومهمة جدا من قبل المجلس الرئاسي وممن وقعوا الاتفاق، والتنازل لهم هذا لا يعتبر مصالحة إنما يعتبر استسلام. أما المصالحة بين كل الأطراف التي تقبل الحل السلمي وتقبل وترفض استخدام السلاح واستخدام العنف وترفض عودة الحكم العسكري إلى ليبيا، فهذا ما يتمناه كل الليبيين لا شك في ذلك. نعم، الناشط السياسي محمد فؤاد كنت معنا عبر الهاتف من تورينو، شكرا لك. نشرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني تقريرا قالت فيه إن التدخل العسكري في ليبيا عام 2011 استند إلى معلومات استخباراتية خاطئة وعجل عملية انهيار ليبيا سياسيا واقتصاديا بحسب التقرير. وقال تقرير إن الحكومة البريطانية لم تدرك وجود مبالغة في المعلومات الواردة حول تهديد سلامة المدنيين في ليبيا، مؤكدا أن رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون لعب دورا حاسما في اتخاذ قرار التدخل في ليبيا. وأضاف تقرير أن التدخل العسكري تسبب في انهيار ليبيا ووقوعها في حالة من الفوضى استمرت لسنوات، مشيرا إلى أن عواقب التدخل تؤثر على الوضع في البلاد حتى اليوم. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. اللجنة الإدارية لبعثة موسم الحج تقول أن آخر فوج للحجاج الليبيين سيغادر مساء اليوم من المدينة المنورة إلى مطار معيتيغ الدولي. القوات الخاصة الصاعقة تعلن وفاة أحد عناصرها متأثرا بجراح أصيب بها في محور لغوارشا،
والعفو دولية تعرب عن قلقها من استمرار حصار المدنيين في جنفودة وتدعو إلى احترام القانون الإنساني الدولي. فوكس نيوز الأمريكية تقول إن عدد مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت لا يتجاوز 100 عنصر. والمستشفى الميداني الإيطالي بمصراتة يبدأ عمله في 15 من أكتوبر القادم. أحمد معيتيغ يؤكد أن عسكرة الدولة ليست حلاً ويشدد على أن بناء اقتصاد ليبي قوي يتطلب مصالحة وطنية جادة تضم جميع الأطياف. قال رئيس شركة الخليج العربي للنفط محمد بن شتوان إن الشركة رفعت إنتاجها إلى 290 ألف برميل يوميا. وأوضح بن شتوان أن زيادة إنتاج الشركة ساهمت في رفع إنتاج ليبيا من النفط إلى ما بين 450 ألفا و 490 ألف برميل يوميا. وأضاف رئيس شركة الخليج العربي للنفط أن إعادة فتح 3 موانئ نفطية كانت مغلقة ساهمت في زيادة إنتاج الشركة التي كانت تنتج حوالي 150 ألف برميل يوميا من الخام. بعد إعادة فتح 3 موانئ نفطية أعلنت شركة الخليج العربي رفع إنتاجها إلى 290 ألف برميل يوميا من الخام بعد أن كانت تنتج 150 ألفا. وبيّنت الشركة أنها تخطط للوصول إلى 350 ألف برميل بنهاية العام الحالي. الإنتاج وصل شركة الخليج العربي النفط 290 ألف برميل. 290 ألف برميل متوقع غدا إن شاء الله نتجاوز 300 ألف برميل. المخطط أن نحافظ على 300 ألف برميل لفترة، بعدين المخطط الثاني نصل إلى 350 ألف برميل، هذا مع نهاية إن شاء الله السنة نصل إلى 350 ألف برميل. شركة الخليج العربي للنفط أكدت أن هناك بعض المشاكل التي تعطل زيادة الإنتاج، منها مشاكل فنية وعدم توفر قطع غيار صيانة المعدات وغياب الشركات الأجنبية وعدم استكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا، إضافة إلى وجود بعض الخزانات المعطلة التي لم تستطع الشركة إصلاحها منذ 2011، كما طالبت بعودة الشركات الأجنبية والقيام بعملية التقييم الأمني. عندنا حق المثلى، عندنا الخزان في أيام فترة في ثورة 17 فبراير في شهر 6/2011 لما تعرضت لك كتيب القذافي ودمره، لعند الآن لم نستطيع إصلاحه، لأن هذا يحتاج إلى عطاءات وشركات أجنبية كبرى، شركات أجنبية كبرى لم تستطيع الحضور بسبب الوضع الأمني. ونطلب في هذه المناسبة من جميع الشركات الأجنبية العودة للعمل، والآن ويقوموا بعملية ما يسموه التقييم الأمني. رغم تدهور الوضع الأمني الذي أثر على القطاع النفطي في ليبيا بصفة خاصة وعلى الوضع الاقتصادي بصفة عامة، تحاول الشركات النفطية الوصول إلى معدلات الإنتاج المطلوبة، ولعل استثناء أوبيك ليبيا من تحديد سقف إنتاجها من الخام قد يساعدها على رفع الإنتاج تدريجيا للوصول إلى المستوى الذي كانت عليه قبل 2011. للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مصراتة أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عمر زرموح. سيد زرموح، بداية شركة الخليج العربي للنفط ترفع إنتاجها من 150 ألفا إلى 290 ألف برميل يوميا، فما تعليقك على هذا التطور في الإنتاج؟ في البداية أحييك وأحيي السادة المشاهدين. هذا يندرج في إطار ما صرح به سابقا السيد صنع الله مدير المؤسسة الوطنية للنفط، لأنه يخطط أو يتوقع لزيادة إنتاج النفط ليصل إلى حوالي 900 ألف برميل مع نهاية السنة. وهذا ومن المعروف أن شركة الخليج العربي للنفط هي إحدى الشركات النفطية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، وبعد الانفراج الذي حصل اخيرا على موانئ النفط والسماح بالتصدير والعوده الى الانتاج، يعني هذا في هذا الاتجاه، وهذا جيد وسيخدم الاقتصاد وسيساهم
في إزالة نعم يعني تحديدا كيف سينعكس ارتفاع إنتاج النفط على الاقتصاد الليبي في المرحلة القادمة؟ كيف يعني يمكن أن نلحظ ملامح هذا الانعكاس على الاقتصاد؟ نعم بالتأكيد يعني هو بالنسبة لي نحن الآن بالنسبة الليبيين الآن يعني يرتكبون الحل السريع للأزمة الخانقة أزمة ارتفاع النقد الأجنبي وارتفاع الأسعار، ورغم أن الحل السريع هو لن يأتي في لحظة ولا بد من مرور بعض الوقت، إلا أن رحلة الألف ميل كما يقولون تبدأ بخطوة واحدة، وهذه الخطوة الواحدة نعتقد أنها قد بدأت، ونعتقد أن هذا الاتجاه هو الاتجاه الصحيح للخروج من الأزمة الراهنة في الوقت الحالي. نعم، إذن عبر الهاتف من مصراتة أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عمر زرموح، شكرا جزيلا لك. أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن يوم الأحد القادم الموافق للثاني من أكتوبر هو يوم عطلة رسمية في كافة أنحاء البلاد بمناسبة دخول السنة الهجرية الجديدة 1438. وأعرب المجلس الرئاسي في بيان نشر عبر صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء على فيسبوك عن تهانيه للشعب الليبي والأمة الإسلامية بهذه المناسبة. أفاد رئيس اللجنة الإدارية لبعثة موسم الحج صبري الفرجاني بأن آخر فوج للحجاج الليبيين سيغادر مساء اليوم من المدينة المنورة إلى مطار معتيقا الدولي. وأوضح الفرجاني لقناة ليبيا لكل الأحرار أن عدد الحجاج الذين سيتم تفويجهم مساء اليوم يبلغ 240 حاجا وحاجة. وأشار رئيس اللجنة الإدارية لبعثة موسم الحج أن الحالة الصحية لجميع الحجاج جيدة، ما عدا حالتين موجودتين بالعناية الفائقة، واحدة في مكة المكرمة والأخرى بالمدينة المنورة، مضيفا أن فريق الحج سيبقى في المملكة السعودية لإنهاء باقي إجراءات الحجاج الليبيين. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من المدينة المنورة رئيس اللجنة الإدارية لبعثة موسم الحج صبري الفرجاني. وسيد الفرجاني، كيف تسير عملية تفويج الحجاج الليبيين؟ مرحبا بكم ومرحبا بقناتكم الموقرة لمرافقتها لرحلة الحج لهذا العام. نعم. حقيقة كان موسم ناجح والحمد لله، وذلك بشهادة السلطات السعودية للبعثة الليبية. بالنسبة لتفويج الحجاج تم وصول 5400 حاج إلى الأراضي الليبية وهم بحالة ممتازة، لا تزال إلا الرحلة الأخيرة التي ستقلع الساعة السادسة لهذا اليوم، وهي من المدينة المنورة إلى مطار معتيقا. ومتى ستصل إذن إلى مطار معتيقا هذه الرحلة؟ وصولها إلى مطار معتيقا بإذن الله، وهي بها مجموعة من الحجاج من المنطقة الجنوبية ومجموعة من المنطقة الغربية، وهي تعتبر آخر رحلة لحجاج ليبيا. طيب سيد الفرجاني، ما هو إذن التوقيت المحتمل لوصول هذه الرحلة إلى مطار معتيقا؟ توقع وصولها في الساعة 9:30 بتوقيت ليبيا إن شاء الله. طيب ماذا عن الحالة الصحية للحاجين الموجودين في العناية الفائقة الآن؟ الحالة الأولى هي موجودة بمكة المكرمة، وهي جلطة دماغية لسيدة طاعنة السن من مدينة سرت، من حجاج مدينة سرت. هذه الحالة توجد في العناية الفائقة بمستشفى الملك عبد العزيز بمكة المكرمة منذ حوالي 5 أيام. الحالة الثانية وهي بالمدينة المنورة، وهي منذ يومين أيضا في العناية الفائقة بمستشفى المدينة المنورة. وتتابع هذه الحالات من الأخوة البعثة الطبية ببعثة الحج الليبية، وهما الحمد لله هذه الحالات فقط، باقي كل الحجاج بحالة ممتازة والأمور ممتازة. أشكرك إذن رئيس اللجنة الإدارية لبعثة موسم الحج صبري الفرجاني، كنت معنا عبر الهاتف من المدينة المنورة. إلى التذكير بأهم العناوين. القوات الخاصة الصاعقة تعلن وفاة أحد عناصرها متأثرا بجراح أصيب بها في محور ليغوارشا، والعفو الدولية تعرب عن قلقها
من استمرار حصار المدنيين في جنفودة وتدعو إلى احترام القانون الإنساني الدولي. فوكس نيوز الأمريكية تقول إن عدد مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة في سرت لا يتجاوز 100 عنصر، والمستشفى الميداني الإيطالي بمصراتة يبدأ عمله في 15 من أكتوبر القادم. أحمد معيتيغ يؤكد أن عسكرة الدولة ليست حلاً، ويشدد على أن بناء اقتصاد ليبي قوي يتطلب مصالحة وطنية جادة تضم جميع الأطياف. للمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر ليبيا الأحرار تي في على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، كما يمكنكم متابعة البث المباشر عبر livestation.com. إلى اللقاء.